عايز حاجه يا لؤه؟ ايه ده؟ هو انت هتروح فين كده يا بابا؟ رايح الشغل يا ابني. هكون رايح فين يعني؟ وهتسيبني على كده هنا لوحدي يا بابا؟ لا انا بخاف. خايف من ايه بقى؟ ان شاء الله ما تخافش، مفيش حاجه. لا انا مساعد هنا لوحدي. لا ما هعرفش هنا لوحدي، انا بخاف. معلش ساعه ومساعد هنا. انا هاجي معاك يا ابني. هتروح معايا فين؟ ما ينفعش طبعا. لا معلش ساعه، انا هروح معاك، انا بخاف يا بابا ومساعد هنا لوحدي بس. طب انا هتصل لك على علاء واخليه يجي يقعد معاك، ماشي؟ خلاص ماشي. يلا بقى ابو الصحاب، انا عايزك تستلم الكرة دي، استلم. امسك كده قبل ما اشوف مين اللي بيرن. الو، وديت يا ابن الحاجة للحاجة سوكة؟ ايوه وديتها، ده طلعت ولية شلق. ليه؟ هي عملت معاك ايه؟ عملت معايا ايه؟ قامت جرت ورايا، كان عايز تمسكني تضربني. وانت عملت معاها ايه؟ قمت جريت منها على طول، اعمل انا ايه يعني؟ طب خلاص ماشي، انت فين دلوقتي كده؟ انا بلعب كرة مع واحد صاحبي اهو. طب سيب صاحبك وسيب الكرة وتعالى لي جاي. ليه؟ خير في ايه؟ انا نازل دلوقتي عشان رايح الشغل، واخوك لؤي خايف يقعد هنا لوحده عشان مفيش حد هنا في البيت، تعالى اقعد معاه. يا بابا انا بقول لك انا بلعب كرة دلوقتي مع واحد صاحبي، خليه هو يجيلي، خليه يجيلي. طب استنى كده، اخوك يلا بقول لك تعالى العب معايا كوره، هتروح؟ لا انا مش هروح في حته، خليه هو يقتلني، ما هروحش. مش راضي يا زفت انت، تعالى بقى اقعد معاه. مش هيجي ايه يا بابا؟ بقول لك انا بلعب كوره، مش هينفع. هتسمع الكلام يلا فيه وتعالى. حاضر حاضر يا بابا، جاي اهو. حاضر. انت يا زفت اخوك جاي لك اهو، خليك قاعد قبل ما يجي لك. ماشي ماشي. يلا يا حبايب قلبي بسرعه، يلا اللي ما عملش لايك للفيديو يلا نسلم لايك للفيديو، واشترك في القناه مش مشترك فيها، وفعل زر الجرس عشان اي فيديو ننزلكم يجيلكم اشعار بيه. يلا بسرعه نسلم لايك للفيديو حبايبي. يا ابني يا حبيبي ما تتعبش في نفسك، ما حدش بيسمع كلامك. لا يا بابا، مين اللي قال لك كده؟ ده بيسمعوا كلامي طبعا. لما نشوف. هتشوف يا بابا هتشوف. هو ابوك انا عايز اقعد مع الصحاب، اصل هو رايح الشغل والاستاذ ذوقي قاعد في البيت وخايف. طب واحنا مالنا احنا بالكلام ده يا عم الحاج؟ انت احنا مالنا؟ هو عايزني يا عم انت روح اقعد معاه عشان مفيش الا هو لوحده في البيت وهو خايف. يا عم تروح تقعد معاه ايه؟ سيبك منه سيبك منه، احنا هنلعب. لا ما ينفعش، انا لازم اروح اقعد معاه. ايه ده؟ هو فين في دماغك يا ابو الصحاب؟ تعالى بس انت ورايا وانت تعرف كل حاجه، تعالى. لا اسكان كده، انا جاي معاك. هلا ابو الصحاب، هو احنا هنعمل ايه كده بس يا ابو الصحاب؟ فهمني. البس بس البتاع اللي معاك ده وتعالى ورايا، البس. طب خلاص ماشي، طالما فيها اكشن انا راكب معاك يا ابو الصحاب. بسم الله. يلا تعالى ورايا. يلا يا ابو الصحاب تعالى عشان بالله. مين فيكم بقى اللي عايز يجي جيم تاني وتقطع؟ عشان لحد دلوقتي مفيش اي حد فيكم عايز يكسبني ولا حد عارف يكسبني، عشان حاطط عليكم كلكم ومكسركم كلكم ومقطعكم كلكم. انتوا اصلا مش عيال لعيبه ولا بتعرفوا تلعبوا خالص، ده انتوا عيال عار. والله على النور، والله على النور، والنبي والنبي والله انا اصلا بخاف. والله على النور، والنبي 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 والله على النور. اي حد يقول لي على النور بخاف، والنبي حد يقول لي على النور بخاف، والنبي والله على النور. والنبي حد ولا نور، والنبي بخاف حد ولا نور. ايه ده؟ انتوا مين؟ وايه اللي جابكم هنا؟ ايه اللي جابكم هنا وجيتوا هنا ازاي؟ انا كنت قافل الباب، جيتوا هنا ازاي؟ ايه ده؟ في ايه انت وهو في ايه؟ انتوا بتقربوا مني ليه؟ ما تقربوش مني والنبي، ما تقربوش مني عشان بخاف من العفاريت، فما تقربوش مني. يا عم ما تقربش مني في ايه؟ ما انا قلت لك ما تقربش مني، قلت لك ما تقربش مني احسن احسن. ايه ده؟ هو انت كمان بتقرب مني وعايز تموتني؟ طب ولا ما هخليك تموتني بس. هرب. لا بس ايه رايك فيا يا ابو الصحاب؟ يا عم رايي ايه؟ هو انت عملت حاجه؟ بعد كل اللي عملته ده يا ابو الصحاب واطلع ما عملتش حاجه؟ عملت انت يعني عملت ايه؟ ما عملتش اي حاجه خالص، ده الواد عطاك بالكف جابك على الارض. لا بس بقول لك يا ابو الصحاب الواد ده طلعت ايديه تقيله قوي زي ابوك بالظبط، الله يخرب بيته. يا استاذ محمد بعد اذنك، بس بعد اذنك انا عايز الجزء ده يكون مختلف عن الجزء ده، مش عايزهم يكون زي بعض، تمام؟ خلاص تمام ماشي كده، انتوا شغالين صح، بس اهم حاجه مش عايزهم يتشابهوا زي بعض. الحقني يا بابا، الحقني يا بابا، الحقني يا بابا، الحقني يا بابا. مالك يالا فيه؟ الله يخرب بيتك، خضتني فيه ايه؟ البيت بتاعنا بابا، البيت بتاعنا. ماله البيت وقع؟ لا لا. امال في ايه؟ ما تقلقنيش، قول لي في ايه؟ في عفاريت، في عفاريت يا بابا، في عفاريت. ايه؟ انت اتجننت يالا ولا ايه؟ في عفاريت في البيت؟ والله يا بابا عفاريت، والله العظيم عفاريت، وانا شفتهم بعينيا، طب خلاص تعالى ورايا لما نشوف. يا استاذ محمد بعد اذنك رايح بس لحد البيت وجاي لكم، يلا يلا. هي فين بقى يا العفاريت دي؟ عندك يا بابا في الاوضه دي، هنا في الاوضه دي يا بابا، في الاوضه اللي قدامك دي. طب انت هتخش بقى معايا ولا هتخاف وتقف هنا؟ لا طبعا ما ينفعش اخش معاك، اروح فين؟ لا ما ينفعش. انت خش وانا هستناك هنا، مش همشي ما تخافش. طب خلاص طالما انت هتخاف تخش معايا وهتقف هنا تستناني، تعالى عشان اقول لك على حاجه تعملها، تعالى. بقول لك يا ابو الصحاب انا سامع صوت حد كده بره، ده شكله كده اللي هو رجع تاني. طب هنعمل معاه ايه كده؟ هنعمل معاه ايه؟ قوم بسرعه اطفي النور وجهز لي نفسك، يلا قوم انت لسه قاعد، قوم يلا. ماشي يا ابو الصحاب ماشي. خلاص فهمت كده هتعمل ايه؟ طبعا يا بابا فهمت كل حاجه. طب تمام. انتوا مين وعايزين ايه؟ ايه ده؟ يعني انتوا مش عايزين تقولوا انتوا مين؟ طب ماشي خد 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 ايه ده؟ انت بتقول بابا؟ علشان ايه يا بابا؟ علشان ايه بس كل ده؟ يعني ينفع يعني اللي عملت فينا ده؟ ينفع كده؟ هو انا كده يا ابني عملت فيكم حاجه؟ ده اقل حاجه عندي بس، اقل حاجه بس يا بابا، اقل حاجه ايه؟ ده انت كنت هتموتنا، انت لسه شفتوا حاجه؟ ده انا هروقكم.